معقول هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ جاري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اعمل عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت هو مسموح له باكل مدني بس امشي انت. روح انت يا علي. رمضان يا ست امشي بقى ما تودينيش في داهيه. الله امشي مكانك يا جدع انت. اتفضلي يا ست. مع السلامه وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. اتفضلي يا ست. مع السلامه وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. اتفضل انت. يا رمضان كل انك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه. انا فهمت مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا ام وسيم وجين انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتحمس كهرباء ولا عقب وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 من 7 ل 10 ايه؟ يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عموما سلمت اليه بسبب وظيفته. انت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ الله لا انا بس بطلت دلوقتي بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من فلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ماني ماني مسجون جوه نفسك. مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. احنا جاهزين قوي. يا بنت هي ده عايز اسال واحد تحت ايده 400,000 جنيه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. فكرت شاورت عقلي لان العمر مش معزاه وحتى لو غيرت القانون القديم. ها منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر العزف في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي العقوبات جنيه زي 1000 يبقى انسرقت سرقه جمل. يعني مفيش فايدة في دماغك. هنجيب الفلوس وساعتها اللي حطوا الابيض ولا اسود وهتتحب طب انت هتخرج دلوقتي. هتخرج بره هتروح ادنى ليه؟ كده. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفالة. ما عندكش فلوس؟ لا ما هم دول ليهم اوان تاني خالص. هم دلوقتي لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام والحكم اوام والسجن اوام عايزين نخلص. الله ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك او تلاقي لك محامي يدافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره. القانون واضح والماده معروفه ومحفوظ. ان انا قدام حضرتك عايز تخرجني خرجني يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصيه. معيش بطاقه. ايه وروني بقى هتعملوا ايه؟ ولا يمكن حضرتك اهو. لا في بطاقه.
اهي اهي يمكن ليك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل انت. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامة. أي أيوة والله خلي تذكر محل. مع السلامة. سلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. سلام عليكم. خش ايه يا مرعيد؟ البيه الوكيل هو اللي خرفني. سيبه عسكري ده حاجة عجيب. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاتل قاتل وبيخرج بجفال بيضيع وقتيهم. اتفضل. لا مش انت. انا بقى المرة. سلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف بيه أي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. ايوان ال انت ايه هربت؟ ايوه هربت. واللي هيلاقيني هيدوا له مكافأة 50,000 جنيه. هيدوا له مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى تتكلم حرامي. حرامي ايه كتكنين؟ احنا ناقصين. هم راضين حد يسجنوني. يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان. الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا. خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين. دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك يا اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش. والله ما في. هم 400,000 جنيه عمي. عمي؟ عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبدوا 4 إمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لا نط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين. دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها. ما تسويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري. الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا هجيب لك شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه. انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. الا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي. وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص. كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني. الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز. اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه يا علي. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضنايه.
احنا في زمن بطاقة الإنسان فلوسه بس عليه. اسأل الجعان. جبت لك كوسة ورز وفراخ، إنما إيه؟ هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كبد. كبدي. إحنا بنحلم ولا إيه؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ الحكاية بسيطة يا أخينا. ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. الله، طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكة، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجة، احنا بنعمله في الدرة لحد ما نشوف ايه الحكاية. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كلك لقمة. اكل ايه وليه؟ ما انا لسه بتغدى. وماله، كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه بس؟ تعالى. نعم، عايز ايه انت؟ طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما نجيب اشيلهم لك معايا. هتشيلين 400,000 جنيه؟ وماله، في الحفظ والصوم. طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انزل الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بقى غليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا، هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر.